أهلا بحضراتكم. تابعنا إذن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب، المؤتمر الوطني الذي يعقد في دورته الثامنة في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في هذه الجلسة الأولى التي عقدت وكانت تتحدث عن آليات وطرق التعاطي مع ظاهرة الإرهاب ورصد لهذه الظاهرة، كيف نمت هذه الظاهرة وكيف أمكن استثمارها من قبل بعض القوى وآليات التعامل معها في ظل أدوات غير نمطية للحروب وإسقاط الدول ومقدراتها. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد تحدث في خواتيم هذه الجلسة معقبا على بعض النقاط التي جرى استعراضها خلال هذه الجلسة أو المائدة التي تحدثت حول ظاهرة الإرهاب وبعض الملاحظات المرتبطة بها. لعل الرئيس السيسي أشار من بين أهم ما أشار إليه حول أن ظاهرة الإرهاب أصبحت تتنامى وفي ازدياد حقيقي وليست في أفول بحسب المؤشرات حتى التي تم استعراضها من قبل بعض المتحدثين على المنصة. الرئيس السيسي وهو يتحدث عن هذه الظاهرة استعرض بعض النماذج التي جرت منذ خواتيم ثمانينيات القرن الماضي وحتى مطلع التسعينيات، وقال إن ما بعد الألفية الجديدة وما بعد عام 2001 تحديدا، لعل الرئيس السيسي كان يشير إلى ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية في أحداث 11 من سبتمبر، وقال إن ردة الفعل التي أصرت عليها الولايات المتحدة الأمريكية كانت ربما من وجهة نظرها متناسبة مع حجم فداحة الواقعة التي جرت في 11 من سبتمبر، الأمر الذي عقبه بعد ذلك غزو وإسقاط تقريبا لدولتين أفغانستان والعراق. الرئيس السيسي وهو يتحدث عن هذه الظاهرة قال إن هناك كلفة باهظة تتحملها الدول في هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مسألة التعاطي والتحرك عبر طائرات أو محاولة استهداف بعض الدول دون غطاء من الشرعية الدولية سيكون أمرا صعبا وعسيرا للغاية، لكن الأمر عندما يأتي من الداخل ستكون كلفته أكبر بكثير ولن يستأهل إنفاقا واسعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يقارن ما بين أداتي التخريب، قال إن كلفة إطلاق الصاروخ الواحد من طائرة قد تتكلف مليون ومليوني دولار للصاروخ الواحد في طلعة جوية واحدة، ولكن عبر عبوة ناسفة واحدة يمكن أن تؤدي ذات الغرض من هدم هذه الدول وإسقاطها. الدكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتور إيهاب أهلا وسهلا بحضرتك، أي النقاط التي استرعت انتباه حضرتك في النقاط التي تم استعراضها في هذه الجلسة؟ أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين، وبشكر حضرتك جدا على الاستضافة عبر الهاتف في هذا الموضوع، لأن احنا بنتكلم في مؤتمر جاي في غاية فوق غاية الأهمية. احنا بنتكلم على فكرة مكافحة الإرهاب ومحاولة بناء المجتمع من الداخل والحشد الشعبي مع الدولة والقيادة في اتجاه واحد عشان نقدر نبني، والمؤتمر النهاردة بيتكلم وبيوضح مجموعة من الحقائق قد تكون مش خافية على المتخصصين، ولكن فكرة انها بتتحط في سلسلة أحداث متتالية سواء من خلال المتحدثين او من خلال سياده الرئيس تقدر توصل رساله للشباب. الشاب لازم يفهم النهارده، وده اللي احنا ممكن نوجزه من الكلام اللي اتقال، ان مصر مستهدفه وما زالت مستهدفه وبقوه. عمليات الارهاب على مستوى العالم بتزيد مش بتقل، بالرغم من مجهود الدول في مكافحه الارهاب، وقد يكون مجهود ظاهري في بعض الدول وليس حقيقي. فكره ان العمليات الارهابيه هي نتائجها بتكون اضمن واحسن للارهابيين من العمليات العسكريه، زي ما حضرتك تفضلت وكان سياده الرئيس تفضل وقال ان العمليات العسكريه اصبحت شبه مستحيله الا في غطاء، الا في وجود غطاء دولي قانوني، ولكن في عدم وجود هذا الغطاء بتكون العمليات الارهابيه نتائجها اسهل واضمن واسرع وارخص بالنسبه للارهابيين، وبالتالي هو بيقدر يخلخل دول من الداخل، بيقدر يستغل الثغرات اللي موجوده، بيقدر يحبط الشباب وبيحبط الدوله، وبيحقق عجز في ميزان المدفوعات للدوله والظروف الاقتصاديه، بينتج عنه في الاخر خلخله الدوله وسقوطها، وده اللي كان مستهدف ان يحصل في مصر في 2011 على الكلام اللي اتقال، وكلنا كنا مشاهدين المؤتمر. 2011 استهدفت قوات مسلحه والشرطه، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نعدي الازمه. ما زالت مصر بتستهدف والشباب مستهدف فيها، والهدف هنا هو ان هو يحبط الشاب سواء من خلال عمليات ارهابيه بتحصل تحسسه ان مصر مش بتحقق النجاحات، او ان هو يستهدفه ويحاول يستقطبه. طب بمناسبه هذه الجزئيه دكتور ايهاب، الرئيس السيسي اشار الى انه لا احد يسال تقريبا عن الكلفه الكبيره التي تتحملها مصر في سبيل مكافحه الارهاب في جزء يسير من سيناء، لماذا لا يبدو ان هناك من يسال او من يطرح هذا التساؤل كما يقول الرئيس السيسي؟ لا، هو الفكره هنا، هو اعتقد ان سياده الرئيس هنا كان عايز يعبر على فكره ان مصر بتتكلف ماليات عاليه جدا من ساعة 2011 لحد النهارده في منظومة مكافحة الإرهاب ومحاولة الحفاظ على سيناء وأراضي الدولة كلها بصفة عامة، ولكن ده مش هو ده الإطار اللي إحنا بنتكلم عنه، لأن هو سيادته قال إحنا مش هنعلق، إحنا بنتكلم بنسبة كام أو ما علقش إحنا بنسبة كام، لأن هي أرقام فعلا أرقام غالية لو استثمرت لصالح الدولة في عمليات البنية الأساسية ومحاولة إسعاد المواطنين هتكون أفضل، ولكن النهارده أنت بتثبت أولوياتك، عندك إرهاب يبقى لازم هتوجه
كل طاقاتك في مكافحه الارهاب، حتى ولو كان ده بينتج عنه ظروف اقتصاديه ممكن المواطن المصري يعاني منها. فالهدف هنا، ويمكن سياده الرئيس ربط بين ده وبعض الترويجات والشائعات اللي بتتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالاساءه للقوات المسلحه، وقال ده جيش مصر، ويمكن القاعه كلها سقفت، لان فعلا جيش مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل المخلصين منه قدر يحمي مصر من المتاهه اللي احنا كنا هنخش فيها لو كانت نجحت المخططات بتاعه التقسيم ومخططات ما يطلق عليه الربيع العربي في مصر بعد 2011. طيب بالاشاره لعام 2011 دكتور ايهاب، طالما ان حضرتك اتيت اليها، الرئيس السيسي قال ان المستهدف وقت ذلك عبر المؤامره التي حيكت اسقاط قوى الامن التابعه لوزاره الداخليه والقوات المسلحه، من الذي اراد ان يحيك هذه المؤامره ويستهدف اسقاط هاتين الركيزتين؟ يعني انا يعني اعفيني بالاجابه بالتفصيل عن هذا الموضوع، لان طبعا دي معلومات المفروض انها تطلع من القياده الامنيه المسؤوله في الوقت الحالي، انما احنا نقدر كلنا من خلال الكلمات اللي اتقالت في المؤتمر نستنبط ان الاعداء بتوع مصر هم اللي استهدفوا سوريا في وقت من الاوقات وابتدوا يجهزوا التنظيمات المعارضه ويدربوهم ويصرفوا عليهم، وده كان منشور في تقارير دوليه ان الولايات المتحده كان ليها بعض المستهدف ده. نتكلم على دول ثانيه يعني بتستغل للاسف من المنطقه، سواء كنا بنتكلم على تركيا او على قطر في ايواء الارهابيين. والنهارده يمكن احنا شايفين تركيا بتطلع تصريحات بتهدد بيها الاتحاد الاوروبي انها هتطلق مجموعه من الارهابيين داخل اوروبا لو ما دفعوا لهمش مقابل مادي لحمايه الحدود الاوروبيه. فاحنا بنتكلم على للاسف منظومه دوليه محتاجه نوع من المراجعه، ويمكن سياده الرئيس في مؤتمرات سابقه كان اعلن اكثر من مره خريطه مكافحه الارهاب الدولي اللي احنا المفروض نستهدفها في المرحله القادمه، اولها ان احنا نحاسب الدول اللي بتأوي هؤلاء الارهابيين وبتسمح ليهم باستخدام دولهم في التخطيط لعمليات ارهابيه، ثانيا وقت الدعم المالي اللي بيروح لهؤلاء التنظيمات من خلال هذه الدول. هل هناك آلية واضحه لفكره تجفيف منابع تمويل المنظمات الارهابيه؟ لان الامم المتحده في اكثر من جلسه عقدت على مدى السنوات الماضيه كانت تتحدث عن استصدار قرارات مرتبطه بتجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات، ما هي الاليه الاكثر احكاما التي يمكن ان تجفف منابع تمويل الارهاب دكتور ايهاب؟ انا بعتقد ان احنا ممكن نقسمها لشقين، شق موجود بالفعل وهي فكره غسيل الاموال ومتابعه الاموال عبر البنوك المركزيه على مستوى العالم، ودي دول كتير موقعه عليها. والشق الثاني وهو الاهم اللي مش متطبق لحد دلوقتي هي فكره لان الارهابي لما بياخد فلوس هو مش بياخدها عشان ياكل ويشرب، هو بيشتري بيها اما سلاح او بيشتري بيها معدات. هنا لازم يكون في منظومه لاجبار المؤسسات التجاريه في الدول زي شركه تويوتا عشان اللاند كروزرز اللي كانت بين الارهابيين، احنا بنشوف اسطور من عربيات اللاند كروزر. يعني هو دون 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 الخوض في بعض العلامات التجاريه، لان المساله ربما يكون فيها حرج على البعض، لكن على الاقل فكره نعم مش انا بتكلم على عربيات دفع رباعي من ماركه معينه موجوده بقول طويل، كل عربيه معروف تكلفتها كام، خروج هذه السيارات من المصانع بتاعتها لازم يكون معروف هي راحت لمين، وبالتالي نقدر نحاسب هذه الشركات بانها تدينا معلومات عن مشتري هذه السيارات. نفس الحكايه بالنسبه للسلاح، احنا النهارده لما بنثبت ارهابي وبنثبت معاه بندقيه بنقدر نعرف بالظبط دي خارجه من انهي مصنع، وسهل ان احنا نرصد عمليات التتبع. ده محتاج منظومه دوليه لمحاسبه هذه الشركات. ممتاز جدا. الدول اللي بتعمل فيها هذه الشركات ان لم تتعاون. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ايهاب يوسف الخبير في اداره المخاطر الامنيه من مركز المناره، حيث تعقد الدوره الثامنه او المؤتمر الوطني الثامن للشباب. ساريه ياسين مراسلتنا تنضم الينا الان على الهواء مباشره لمزيد من تسليط الضوء والقراءات، تفضلي ساريه. نعم شكرا أحمد، من هنا من مركز المنارة الذي يبدأ أو يستقبل اليوم فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر الشباب اليوم. هذا المؤتمر الذي بدأت الجلسة الافتتاحية فيه منذ قليل وكانت بعنوان تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا. استمعنا إلى عدد من المتحدثين، إلى عدد من الخبراء، ناقشوا عدد من المحاور من بينها استعراض وضع الإرهاب حاليا وتطور الإرهاب في المنطقة العربية وإقليميا، حتى أيضا وصف أوضاع الإرهاب وهذا التأثير الذي يمثله الإرهاب على ربما مصر تحديدا وعلى أيضا المنطقة بأكملها، والأرقام أو آخر الأرقام التي وصل إليها الإرهاب حاليا والتي استمعنا ربما إلى عدد منها. استمعنا إلى هذه الإحصائية التي ذكرت أن هناك تزايد في نسبة العمليات الإرهابية من في بداية عام 2019 بنسبة 15%. استمعنا أيضا إلى أعداد تخص
أعداد الضحايا أو ضحايا العمليات الإرهابية التي زادت مع بداية أيضا عام 2019 إلى 22%. تفاصيل كثيرة عن المؤتمر وعن الجلسة الأولى نتعرف عليها من خلال الأستاذ عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو، برحب بك، ودعنا في البداية نبدأ من هنا من بداية هذا المؤتمر. كيف استعديتم لهذا المؤتمر، ولماذا تم تحديدا اختيار هذه الجلسة الافتتاحية تقييم مكافحة الإرهاب؟ طيب صباح الخير عليك. يعني المؤتمر في منتهى الأهمية، بيجي في توقيت مهم جدا لأحداث كتيرة مرت بيها مصر خلال يعني الأسبوعين اللي فاتوا. قيمة طبعا الجلسة الأولانية تقييم يعني تجربة مكافحة الإرهاب سواء في مصر أو في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لها أهمية كبيرة جدا. إحنا استمعنا لثلاث جزئيات أنا حابب أن نركز عليها. الجزئية الأولانية طبعا الأرقام اللي أعلنت على يعني حجم الإرهاب وإزاي أن الإرهاب تطور وإزاي أن المنظمات الإرهابية يعني اتمحور دورها واتحولت إلى أنها كيانات بتسعى إلى التملك والاستحواذ على قوى ومقدرات ودول بعينها. يعني دي محور مهم جدا طرحته الجلسه الاولانيه، وزي برضو احنا شفنا ان يعني منظمات ارهابيه وقوى ارهابيه اقليميه استحوذت على دول بمسمياتها زي ما قيل في الجلسه الاولانيه. المحور الثاني الخاص بيه فكره اسقاط الدوله المصريه، وده مخطط بدا مش بس من 2011 ولكن مخطط بيتجدد كل فتره والتانيه. ويمكن السيد الرئيس طرح حاجه مهمه جدا ان يعني تبدا العمليه الارهابيه وتبدا يعني الفكر الارهابي المتطور خلال المرحله الحاليه باسقاط الدوله من خلال اسقاط مؤسساتها السياديه زي القوات المسلحه والجيش والشرطه، القوات المسلحه والشرطه المصريه. فبالتالي ده موضوع مهم احنا محتاجين بقى ان احنا نركز عليه شويه عشان الناس تبقى فاهمه يعني الارهاب بيشتغل ازاي والمنظمات الارهابيه بتفكر ازاي في منطقه الشرق الاوسط يعني بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. ده موضوع مهم، موضوع اسقاط الدوله المصريه. اوكي احنا عارفين ده بحكم طبعا وجودنا في العمل السياسي كتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، لكن مهم جدا الناس تبقى فاهمه ده، لان لو احنا فهمنا ده هنقدر نحدد محاور الحرب دي عامله ازاي سواء من خلال المنظمات الارهابيه سواء بالعمل العسكري او حتى العمل في حروب الجيل الرابع، وده اللي يمكن هتناقشه الجلسه الثانيه في المؤتمر النهارده. فبالتالي احنا محتاجين بقى كشعب، محتاجين كناس، محتاجين كمواطنين نبقى فاهمين ده. ما ينفعش نقول ملناش دعوه، ما ينفعش نقول احنا يعني بعيد عننا الموضوع ده، احنا هنستفيد ايه او هنخسر ايه او يعني ايه تداعيات الموضوع ده علينا. فبالتالي احنا محتاجين نبقى فاهمين ده. الجلسه الاولانيه اشارت لده بشكل غير مباشر ان اسقاط الدول بيبدا باسقاط مؤسساتها السياديه والقوى اللي بتحمي هذه الدول. ويمكن السيد الرئيس قال ان الجيش المصري، يمكن دي معلومه مش خفيه برضو، ان الجيش المصري مش بس جيش مؤثر داخل مصر لكن مؤثر بشكل كبير جدا على المستوى الاقليمي ومنطقه الشرق الاوسط. فبالتالي محتاجين ده نفهمه وان شاء الله نشوف الجلسه الثانيه باذن الله. استاذ عمرو، هناك تفاصيل كثير في هذا المؤتمر، هناك ايضا جلسات اخرى سنتعرف عليها في لقاءات ربما لاحقا. شكرا جزيلا لحضرتك. كان معنا استاذ عمرو درويش، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب. الان مره اخرى نعود اليك احمد. شكرا جزيلا لك ساري سين على الهواء مباشرة من مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. شكرا كذلك للدكتور عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. فاصل قصير نبدأ ومن بعده جولة إخبارية بإذن الله.